السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع اتصال أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت عايز أسأل، كان زوجي منعني من حضور مجلس العلم. لما؟ وأنا رحت. لما؟ لسبب ما، يعني هو بيقول لي أنت ما مش بتسمعي الكلام، في اعتقاده يعني أنا ما بسمعش الكلام. فهو يعني هو دايما يعني لو يعني اي لو بنتناقش مناقشه عاديه، لو عرضت رايه انت ما بتسمعش الكلام، انت دماغك ناشفه، طب يجيب دي قصاد اي حاجه انا بحبها. نعم. بيمنعني منها. نعم. فقال لي انت مش هتروحي المجلس تاني، ما تبقي تسمعي الكلام. نعم. عملت له كل اللي هو عايزه، قعدت شهرين منقطع. طيب انا دلوقتي يعني ما فيش حد، الحمد لله يعني بنصدق نلاقي ناس اهل سنه نسمع منهم نتعلم منهم ديننا. فانا يعني قلت له ماشي حاضر وسمعت كلامه، بس بعدها خرجت ورحت. هل انا اقسم؟ ليه ما فعلت ذلك؟ طيب العلم اللي انت بتتعلميه، لحظه بس اسمعيني، العلم اللي بتتعلميه هو علم خاص ولا علم عام؟ يعني وعظ وتذكير وكلمات طيبه وتزكيه نفس، ولا علم تأصيلي عند أحد عنده إتقان العلم يتكلم في مسائل خاصة بالنساء كالحيض والنفاس وغير ذلك، أو الكلام على مسائل التوحيد وما ينافيها من الشرك ويكون متقن بيد العلم ده؟ ها؟ تفسير. أي العلوم؟ تفسير. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. تفسير، أنا بتكلم على تأصيل العلم يعني. طيب ماشي قبيل. أيوة. لكن هي معاها اعداد دعاء. طيب ما هو في ناس معاهم دكاتره ومش عارفين حاجه ايضا، ده كلام حقيقي يعني موجود في الساحه يعني. بس يعني ما انا لما اقول لك حد عنده علم يبقى هي تاصلت علميا وشاهد لها من كان متقنا في العلم انها متقنه في العلم، لكن درجه الدكتوراه دي نيل درجه. لا 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 نسلم لكل من اخذ الدرجه انه عنده علم. ثقة للإنسان فيما يعلم، فاهمة كيف؟ وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. عامة أجيبك إن شاء الله، أبشري. جزاك الله خير. أحسن الله لك. مع الأستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. أستاذ محمد رضي الله عنك حبيبي. الله يعزك ويبارك فيك. السؤال الأول بارك الله فيك، هل يجوز وضع الأموال الربوية في المسجد من باب التخلص منها؟ نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجوز تحديد الأجر على التعليم القرآن؟ السؤال الأخير بارك الله فيك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يلوني منكم أولي الحلم والنهى، هذا الحديث خاص في الصلاة يعني اللي يقف خلف الإمام يكون من أولي الحلم والنهى ولو حديث عام. يعني أنت بتسأل على الخصوصيات أو عمومي؟ أيوة نعم بارك الله فيك. ماشي إن شاء الله رضي الله عنك. معي أم وائل. السلام عليكم. الله يرضى عنك يا ام وائل. ازيك عامل ايه بس صحه حضرتك؟ رضي الله عنك وحفظك ربي واحسن الله اليك. فوق يا رب اللهم امين. الله يرضى عنك تحت امرك. طب انا اسال حضرتك سؤالين يا شيخ محمد. ورهن اشارتك خادمك. ان شاء الله تخدمك الصحه والعافيه يا رب. امين. اولا عايز اقول لك وصفه للجروب الانفي فلاحي كده، عشان انا كنت عندي جروب انفي حاده جدا زي حضرتك. طيب رضي الله عنك. الملح لا مؤاخذة، الملح الدافي ولا مؤاخذة بالسرنجة، وتعمل ان حضرتك زي ما تكون بتسجد كده وتحط هنا وهنا. انا كنت دخت عند الدكاترة بصراحة. حاضر. دي وصفة واحد قالها لي عربي كده ما شاء الله يعني الحمد لله، انا ومراتي ابني. حاضر ان شاء الله. تجربها حضرتك كده.
حاضر. السؤال بقى يا شيخ محمد، الدعاء الاستفتاح ينفع في ركعتين سورة الفجر؟ حاضر ان شاء الله. والسؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، انا الحمد لله بفضل الله يعني اعتبر نفسي يعني واحده عدله شويه، بس طوالي يا شيخ محمد حاسه ان انا حزينه ومقهوره وحاسه ان انا مقصره وحاسه ان انا نفسيتي زي الاهباب، ان انا ما بتقنش القراءه في الصلاه والحاجات دي، انا عارف الحقوق وشويه، بس انا طوالي حاسه ان انا مقصره وزعلانه ومش راضي عن نفسي بالمره. حاضر ان شاء الله، الله يرضى عنك يا شيخ محمد، رضي الله عنك، انت في خير كبير، نسأل الله أن يحفظك يا رب ويزيد عليك هذا الخير. السؤال الثالث بقى، أنا غالي يعني خدت ورثي من أخويا، فأبويا هو إداني الخطوة وأنا راضية بيه ومسامحة، يبقى أنا كده مقصرة في حق عيالي. أخوك ماله؟ يعني إداني الخاتم من حقي وأنا سامحته، يبقى أنا كده مقصرة، أنا ظلم عيالي كده. حاضر إن شاء الله. واللي خدته منهم إداته لعيالي الولدين، الاثنين ولادي ما عنديش غيرهم بالتساوي، بس في واحد ابنه مريض. يا رب يحفظك ويحفظهم. ويقال انا زودت شويه كده بقى، انا زودت اللي ابنه مرض شويه، انا كده حرام عليا. ابشري ان شاء الله، ابشري. ماشي يا شيخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام كده. نعم، القلوب الواجله عند تقديم الطاعه، رضي الله عنك يا رجلي. مع الاستاذ ابو سينا. السلام عليكم. عليكم السلام كده. اطل الله في عمرك يا شيخ وبارك لنا فيك ونفع بك اسلامنا. يا رب امين، يا رب يا رب امين، رضي الله عنك. كان عندي عده اسئله يا شيخ لو سمحت. تفضلي. أرك الندر إن يسموا لو جه الولد هيسميه على اسم أبوه، بس بعدين يعني اتغير فمش عايزين نسمي الاسم، فحكم الندر إيه؟ يعني هو نظر أن يسميه على اسم أبيه وأراد يغيره؟ إحنا عايزين نغيره، يعني هو مش عايز يغيره عادي، بس لو عايزين نغيره دلوقتي. طب اسم إيه؟ اسم الوالد إيه؟ اسم الوالد حسن. وهو يريد يسميه إيش؟ سلامة. سلامة؟ لا خليكي في حسن. نعم، شوفي النذر، النذر لو استطاع المرء ان ياتي بافضل منه يصح، يبقى وفاء، فاهمه؟ فحسن افضل، خليه في نفس النذر، يفي بنذري. ما هو والدي اسمه حسن، عايز يسمي ابنه على اسم جدي سلامه. انت قلتي نذر ان يسميه حسن سلامة. صح؟ لا، يسميه سلامه علشان والدي اسمه حسن، وهو سبحان الله ونذر ان يسميه ايش؟ سلامة. واراد ان يغيره يعني. طيب ماشي، اجيبك ان شاء الله. السؤال الثاني، طب ممكن يا شيخ ان احنا مثلا نكتبه سلامة ونديه اسم تاني؟ اي نعم. طيب ماشي يا شيخ، حكم اخذ الصفقة اللي بين الحواجب. حاضر. وحكم انه خالي يشوف وشي يعني، او اقعد معاه في خالك؟ انا منقبة، فعيالي لو بتعاكي معاه في رينج وكده. اي نعم، لكن ده خالك اللي هو اخو امك، صح؟ كيف تسألين عن ذلك؟ أيحل لك أن تتزوجيه؟ إيه؟ يحل لك أن تتزوجيه؟ لا، هو أخو أمي. ما يعني هو محرم لك على التأبيد؟ يراك حتى لو بمهنة البيت، ما فيها شيء. أجيبك إن شاء الله. ماشي، شكرا. لا، تحت أمرك، تحت أمرك. معي أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الاول بشكر حضرتك يا شيخ ان انت رديت عليا واستعنتي امبارح، يعني استغفر الله، انا خادم لحضرتك. لا العظيم، الله يبارك فيك يا رب، الحمد لله يعني احسن اهدى شوي، بس عايز اسال حضرتك سؤال. تفضلي. الشخص ده انا كنت بدي ولاده فلوس كتير، بس هو كان بيفتشهم وباخد منهم الفلوس. ماذا قلتي؟ عيدي عليك، عفوا، انا عيدي عليك كلام مره ثانيه. الشخص اللي انا حكيت لك عليه. ايوه. أنا بدي ولاده فلوس كتير، فهو بفتش ولاده وباخد منهم الفلوس لأنه هو وحش في حقهم، فهل أنا أعمل إيه؟ ما عنديش أديهم ولا أعمل إيه بالظبط؟ يعني هو بياخد كل المال اللي عندهم؟ باخد منهم كل فلوس اللي أنا بديها لهم، يعني بيفتشهم وياخدهم، لأن هو سيء في حقهم يعني. طيب ماشي، سأقول لك ماذا السؤال. يعني شهور العدة 4 شهور بأحسبها زي 130 يوم ولا أحسبها زي العدة؟ ماشي إن شاء الله. وجزاك الله كل خير، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. أيوة. وجزاك الله كل خير يا رب. جزاك الله خير. الأستاذ عزت. السلام عليكم يا حاج محمد. عليكم السلام أستاذ عزت. جات يا حبيبي. رضي الله عنك يا حبيبي، ربنا يحفظك. أشهد الله أنه حب في الله يا حبر الأمة. وأنا يا رب يجعلني كذلك، يا رب يجعلني كذلك. آمين. وأنا أحبك. آمين. في الله، رضي الله عنك. عندي سؤالين ليك يا شيخ عندك محمد. سؤالين وأنا راهن إشارتك. الله يعزك يا شيخ، الله يعزك.
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في دعاء يقول اللهم اني اعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن شماتة الاعداء ومن عضالة داء. ما معنى العضالة داء يا شيخ محمد؟ حاضر. ده سؤال. السؤال الثاني لو انا عايز يعني اعمل نذر مثلا، انا بقول يعني اعمل عملية، ان شفيت من العملية دي انا هذبح كذا. هذا النطق بتاعي مني ده صحيح ولا مش صحيح؟ يعني تكون نذرت ان شفاني ربي ان اذبح بقره مثلا. انت تريد اللفظ ده صحيح ام لا؟ صح. طيب ان شاء الله. حاضر. انا بعد اعمل العمليه ان شاء الله هذبح. حاضر. شفاك الله وعافاك يا حبيبي. بس السلام عليكم يا حاج. ان شاء الله. عايز سامك يا معي امه الله ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يديك العافيه والصحه ويا رب ويرزقك الفردوس الاعلى واحنا معاك يا رب. الله امين يا ابراهيم. رد الله امين يا رب. امين يا رب. لو سمحت يا شيخ، صلاه الظهر انا بصلي السنه 4 قبل و4 بعد، هل كده انا مبالغه ولا ايه؟ حاضر. السؤال الثاني معلش حضرتك بس طول بالك عليا سنه. رهن اشارتك. الله يخليك. واحد كان سواق تاكس بس قديم من زمان، يعني من ايام الجنيه والخمسه جنيه والحاجات دي. نعم. فدلوقتي هو شغال على تاكس قصاد واحد، فهو صاحب التاكس قال انا باخد في الطرف 150 جنيه من الراجل الاولاني، فلما الثاني ده راح اشتغل جاب له في الطرف 150 جنيه برضه زي ما هو بيقول، فهو بيطلع له اكتر من اللي بيديهوله بتاع التاكس. واخد بالك حضرتك؟ انا مش فاهم يعني. المهم يعني اللي انا فهمته ان صاحب التاكسي يقول افعل ما شئت تجيب لي 150 وخلاص. بس فهو بيطلع له اكتر من هو ده الاخر بيطلع له نصيبه اكتر من 150، فهل كده هو صح ولا ايه؟ حاضر. ما هو لو اداله اكتر من اللي بيجيبه الاولاني اللي هو قبل منه هيشك في الاولاني. خلينا بس عايزين نشوف التعاقد اصلا ان هو يقول له عليك بنزين وعليك تصليح وعليك مش هو ده اللي بيحصل. لا معلكش تصليح. مع قال له معلش تصليح وقال له بس تمونها وخلاص عشان التاني يستلمها ممونه. ماشي خلاص. فهو يعني ايه اللي هو الطرف التاني اللي هو شغال جديد ده يعني خايف ليكون حرام يعني. والله التعاقد نفسه فيه خطا لان فيه غرر هنا فيه جهاله. هو صاحبها هو اللي قال كده. طيب ابين. فهو خايف ده يزوده شويه الثاني يشك فيه يقول له ما بيجيبش زي ده ليه؟ يبقى يقطع عيشه يعني. انا بتكلم على اصل التعاقد فيه نظر وبينه ان شاء الله. طيب في سؤال ثاني معلش الله يخليك. بالله عليك سلام للشيخ ابو اسحاق ابو الحويني لو كنت في اتصال بينك وبينه. حاضر ان شاء الله. حاضر. وربنا يشفيه ويديه له العافيه. آمين. هو دلوقتي ليه ما بيجيش على القناه الندى مباشر؟ ما فيش مباشر. هو الشيخ كان مريض بعض شيء وفي رمضان كان يعني انا بتفرج عليه على اليوتيوب على طول بس انا ما بشوفوش يعني بيجي دلوقتي. اسال الله ان يقويه وان ييسر له امره. يا رب يقويه كلكم يا رب كلكم ان شاء الله. امين. يعينكم ربنا. متشكر يا شيخ قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله. معي استاذ علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم يا شيخنا. اهلا وسهلا وحياك الله وبياك. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يزيدك من علمه يا رب. امين يا رب. امين. ان احبك الله. احبك الله الذي احتنا فيه. ما هذا الجمال. الله يحبك يا رب. يا شيخ لدي سؤال. تفضل. بالوقت انا صلوات كلها بصليها الحمد لله يعني تمام الحمد لله، بس صلاه الفجر دي بصليها يعني اصليها الساعه 9 اصليها الساعه 8. ليه ما تخليها؟ ليه ما لم تستيقظ الفجر؟ ما بصحى الصبح. ليه ما؟ ما الذي يمنعك من الاستيقاظ؟ والله مش عارف يا الله يا شيخ. انا ما بكون صاحي زي المجنون على الصلاه. طيب وانت اصلا ماذا تفعل؟ تنام متاخرا؟ لا بنام عادي يعني 9 10 الساعه 11. غفر الله لك. طيب ان شاء الله. حاضر. يا شيخ بحس بصداع شديد. صداع شديد يعني انا الصداع دياتي مخليه يعني اول لما يعني
مخلينيش بصلي الفجر. شفاك الله وعافاك يا حبيبي، شفاك الله وعافاك. امي على الكلمه. كيف؟ امي والدتي ما لها؟ على الكلمه. امتلئ شرفا، ده هي تاج راسي. الله يبارك فيك. تفضلي تفضلي يا امي. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله يا اطيب الناس. ازيك يا شيخ عمي؟ والله الحمد لله، محتاج لدعاء حضرتك. الله يبارك لك، تدعي لي العلم. كل يوم صلاته ضايعة، كل يوم صداع شديد، صداع في مخه شديد، وانا ببكي بدموعي على علي. علي هذا راجل فاضل طيب مثلك كده، شوف النبتة الطيبة دي من 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 الاصل الطيب. اسال الله ان يحفظك ويحفظه ويكتب له التوفيق والتسديد باذن الله على صلاة الفجر وغيره. بس انا صعبان علي صلاة الفجر، كل يوم ضايعة. حاضر ان شاء الله، ابشري ان شاء الله، الله جل وعلا يجعله من احرص الناس عليها باذن الله. طيب في سؤال ثاني. تفضلي. يعني بلا مؤاخذة، الكلب الصبح علي بيبل الخضار بتاعه عشان هو بيبيع خضار. كيف كيف؟ الكلب لب في الدلدل اللي بيبل فيه الخضار. سمعني يا شيخ؟ الكلب شرب من الجردل. نعم. دلخ لي 7 مرات بالتراب، حقيقي الكلام ده. طيب حاضر حاضر. اهو شوفوا في علي، علي فقيه اهو، افرحي بيه، اهو فقيه اهو. ادعي لي يا شيخ. حاضر حاضر. الله يبارك لك. حاضر ان شاء الله. حاضر يا شيخ، انا ببكي بدموع على علي على الصلاه اللي بتفوته كل يوم. ان شاء الله سأستدركها باذن الله، رضي الله عنك. طالما عنده ام طيبه كده وفاضله كده سيوفق بدعائها. البخاري اتعمى وهو صغير، فامه جلست تدعو وتبتهل وتبكي، فجالها الملك في المنام ان الله رد بصره من شده الحاحه ودعائها. فانت بدعائك سيوفق ابنك ان شاء الله. يا رب يا رب يبارك لك وينفع بك الامه يا رب. امين امين امين، رضي الله عنك رضي الله عنك. مال الاستاذ بهاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ معانا؟ رضي الله عنك يا استاذ بهاء. الله يكرمك. في سؤال في نقطتين كده بالشهاده بتاعت البنك، يعني انا كنت عايز افتح حساب مثلا، بيبقى ليك فيزا لما بتفتح حساب، بس الفيزا دي مثلا بتبقى خطر ان انت تدخل بيها على اي مواقع تشتري بيها، لان ده بيبقى حساب البنك الاساسي، فهو بيقول لك اربط بشهاده باي سعر انت عايزه، وبعديها تقدر تطلع فيزا ثانيه تقريبا اسمها مشتريات او كده عشان تشتري بيها، عشان الاقساط كمان لو انا هقسط. تمام لحد كده؟ ماشي. فالشهاده دي هو بيديك مثلا، كصاحبي كان شارح لي يعني، بيقول لي مثلا بيديك 10,000 وانت ترجع تسدهم مش عارف في مده قد ايه، لو انت صرفت منهم يعني ترجع تسد المبلغ، لو اتاخرت بيحطوا عليك فوائد. فانا لو عملت الحركه دي انا ان شاء الله مثلا هسدهم، مش هخلي يبقى عليا فوائد. طب لو بقى عليا فوائد دي فيها ربا كده؟ دي ربا مقصل يا استاذ. ربا مقصل. طب لو هسد في نفس الوقت يعني؟ طيب انا خدت 10 خدت منهم 1000 رجعتهم. افصل لك القول ان شاء الله. طيب الحاجه الثانيه الله يكرمك. نعم. صلاة الفجر امتى تبقى صلاة الصبح لو شروق الشمس دخل؟ ما هي صلاة الفجر هي صلاة الصبح. لا يعني الوقت المفضل صلاة الفجر هي صلاة الصبح. الوقت المفضل بغلس، لكن انت اصلا التوقيت اللي فيه الاذان الان لا، ده قبل التوقيت الصحيح بحوالي ثلث ساعة او 23 دقيقة. لكن هي لحد قبل الظهر عادي يعني. نعم. اللي بيصلي متأخر بعد ما الشمس تطلع يعني. نعم. ماشي. ايه سؤاله؟ هو ده كان الوقت بس. تمام؟ نعم، لو صلى قبل شروق الشمس يكون قد أدرك، لو صلى ركع قبل طلوع شروق الشمس. أيوة أدرك. لو بعد الشروق بقى؟ بعد الشروق هذا أنت تصليها قضاء، ولما تفعل ذلك؟ أيوة ما أنا قصدي هو ده كان السؤال، حضرتك فهمت خلاص كده. طيب خلاص، ما هو ده قضاء مش أداء. أيوة قضاء. تمام. معي أبو حمادة، الأستاذ أبو حمادة. ايوه حاج، تحت امرك يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لصلاه المساجد اللي فيها القبور دي، فيها المقامات دي، كنت سمعت من الشيخ مصطفى ان يصلوا فيها عادي. الشيخ مصطفى قال كده؟ الشيخ مصطفى العدو يتكلم، قال لك تصلي فيها عادي طالما هو لا، متهيألي الشيخ مصطفى مش ممكن، مش الامر مقفول عليه.
الشيخ مصطفى محطوط في اوضه مقفول عليه. خلاص بقى ده الوصف تاني، لكن هل الشيخ بيقول ان المساجد اللي فيها قبور يجوز الصلاه فيها؟ هو قال الشيخ ما يقول بذلك، اكيد الشيخ سالك مثلا القبر خلف الظهر، القبر في غرفه منعزل عن المسجد. نعم لا هو لا هو المسجد القبر قدام مننا بس في اوضه مقفول عليه. يعني مش تابع للمسجد؟ داخل المسجد بس في اوضه مقفول عليه. بعيد عن القبلة وبعيد. ماشي اتفضل. ماشي حبيبي ماشي ان شاء الله. طب حفيدتي عايز اتكلم على سيادتك ممكن؟ لو ايه؟ اه طبعا ألو. اتشرف اتشرف امتلئ شرفا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام يا قمر، اسمك ايه؟ اسمي مريم. ده انت مريم وجمال وحسن ودلال كمان، ربنا يحفظك يا مريم. حافظه كام من القرآن؟ ها؟ ايه؟ كم تحفظي من القرآن؟ سورة الفجر. ما شاء الله. بتصلي يا مريم ولا لسه؟ ايه؟ بتصلي؟ طب قاعد بصلي بصلي. رضي الله عنك يا مريم، كم تشرفت بيك يا حبيبتي. ربنا يحفظك لوالديك ونسأل الله ان يجعلك من الصالحات القانتات يا رب. مع الأستاذة أميرة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل سؤال يا عم الشيخ. طب اتفضلي. احنا حطينا فلوس في البنك. نعم. يعني مبلغ كان مش كبير بس المهم ان هو اتحط في البنك وان هو فيه فوائد بتزيد عليه. نعم. واحنا استلمناه بالفوائد اللي زادت عليه، يعني نعم. هل في اسم في ذلك او حرام؟ استفدتم بالفوائد ولا خرجتوها؟ هي مخلوطه مع الفلوس احنا حطيناهم يعني مثلا 30 خدناها 31. طيب انتم مش عارفين اصل المال كام؟ تعرفون اصل المال كام؟ اه بنعرفين اصل المال كام. طيب حاضر هجيبك ان شاء الله. ابشري. وفي سؤال تاني معلش. تفضلي. مثلا لو انا ولادي صغار. انت ايه؟ لو ولادي صغار. اه. لو عملوا غلطه يعني وضربتهم عاقبتهم هل حرام ان انا اضربهم؟ حاضر ماشي. تحت امر. شكرا. استاذ علي تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي تفضل. يا شيخ انت بتقول اذان الفجر، سمعتك انا دلوقتي بتقول اذان الفجر بيكون قبل الاذان ب 23 دقيقه. نعم. قبل دلوقتي انا قبل كده صليت الفجر حاضر لحد الساعه 4 او 5 كان 4 وربع كان جاي من الصلاه. لا ما ينفع. ده كل يوم كده خلي بالك. لا كيف. ينفع لا ينفع لابد يكون في بعد نصف ساعة أو 25 دقيقة يعني بعد أذان الفجر بدنا عندنا ب 23 دقيقة قبل الفجر كده. أي نعم أي نعم. لا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله أستاذ علي، ربي يرضى عنك يا حبيبي ويحفظك من كل سوء. أمين. الأستاذ سماح وأنت تسامحني بقى لأن الوقت كده خلي بالك. صح ولا لا؟ الأسئلة كثير وأسئلة أمس أيضا. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. استاذه سماح تفضلي تحت امرك. نسال حضرتك. نسال حضرتك انا يجوز على طول احنا في يمنات على طول على اقل حاجه. انت ايه حضرتك؟ انا ما نقول لك يجوز احنا في يمنات على طول على طول. درجي سمعت انا مش سامع. نعم. على طول بيحلف ايمانات طلاق. زوج حضرتك اي ايمانات يعني يقول اي يمين يعني يمين طلاق ولا لو انت ما انتش رايحه تسوق عليها الطلاق، لو انت رايحه لام عليها الطلاق. اه ماشي حاضر. يمين طلاق يا شيخ. طيب وسؤالك ايش؟ كتر الايمانات دي محرمه انا كده محرم عليك. حاضر ان شاء الله. يعني كده الاوقات فما فيش اتصال تاني لو سمحت لانه الاسئله من امبارح خلي بالك. حاضر حاضر ساجي ساختصر قدر الامكان. الاستاذ ابو شريف يعني بيقول هناك من يذهب الى نعم نعم انا وقفت فين هنا. عبد الله بيقول لا تجتمع امتي على الضلال، هذا حديث ورد مرفوعا وموقوفا والموقوف هو الاصح. المرفوع ضعيف. لكن حقيقه الامر الامه لا تجتمع على ضلال. الأمة لا تجتمع على ضلال. ويستدلون بهذا الحديث على مدرك من مدارك الأحكام وهو الإجماع. نعم.
وحقيقة الأمر أنه إذا انعقد الإجماع لا يجوز مخالفته بحال من الأحوال، ولأن الأمة لا تجتمع إلا على الحق، فلا يجوز تجاوزه. أبو شريف قال العرافين. الآن المشكلة في هذا الباب أن مسألة العراف الناس الآن أخذته بصدر الرحب وبسهولة وبتأثير، على أن العراف الذي حتى يتكلم عن نجوم المنجم، يتكلم برج كذا يكون كذا وغدا يكون كذا، ويخبر بالغيوب، والغيوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إنما الغيب لله جميعا. فالأصل أن الغيب حتى النبي أمر الله أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالأصل بذلك أن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فالعراف اللي بيضرب الودع والذي يتكلم أيضا بالنجوم والمراصد وغير ذلك، فهذا كذاب دجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40، بس أتى مر عليه، بس يعني في تطفل سمع جاله فضول فقال نمر نرى ماذا يقول ماذا يفعل، لم تقبل له صلاة 40. لكن قال ومن أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه، مهم جدا هذه، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وجه الكفر هنا إيش؟ وجه الكفر هنا يبقى المرور بس عليه وسيلة إلى أن يكفر، ذريعة الشرك. والشرع جاء بحسم المادة وسد الذرائع كالقبور كده، فسد الذرائع بأنه لا يمر عليه أصالة حتى لو فضولا. فقال من أتى عرفا أو كهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل. لما كفر بما أنزل على محمد؟ لأنه صدقه فيما لا يكون اختصاصه إلا لله جل في علاه، لأن الذي يعلم الغيب هو الله، والرجل يخبر عن الغيوب. فأنت لو صدقته في هذا الباب تكون قد كذبت الله الذي قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي وصف كده، قال إن العراف والكاهن ده بيأتيه الجني يعطيه كلمة وهذه الكلمة يكذب عليها 100 كذبة من صريف الأقلام. قال يركب بعضهم بعضا إلى السماء فيسمع صريف الأقلام، يسمع الكلمة فيقرقرها في أذن من تحته ومن تحته يقرقرها إلى أن تأتي إلى أذن الكاهن، إما تصل له كاملة وإما يأتي الشهاب فلا تصل أصلا، أو تصل نصفها ويأتي الشهاب فلا يتمها. لكن هو لأنه كذاب يستعمل الجن يعني في ذلك يكذب عليها 100 كذبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب بها 100 كذبة، يقرقرها الجن في أذن هذا العراف فيكذب بها 100 كذبة. والمغفلون الأغرار الأغمار يأخذون الكلمة التي فيها الصدق التي سرقها، ودي فتنة من الله جل وعلا، اختبار وبلاء. والمئة كذبة لا يقفون عندها، يقولون أما فعل كذا وكذا، أما قال لك كذا وكذا، وحدث ما قال، طب ما في 100 كذبة. هكذا بيحدث مع الناس، لا ينظر نظرة صحيحة إلى الأمور. فيكذب 100 كذبة فيصدق الأغرار الأغمار، لكن تصديقه كفر، لأن الله قال ما فيش أحد يعلم الغيب، حتى الأنبياء، حتى سيد الأنبياء لا يعلم الغيب. يبقى برجك وحظك وانظر للنجوم كل ذلك لا يجوز، لابد من تنحي هذا الباب. حتى هذه البرامج وجوبا لابد أن تلغى لأنها تفسد في عقائد الناس. لكن ما قال لك يتوقع الأمطار غدا لأن السحاب كثيفة في هذا اسمها مقدمات ونتائج، ما بيعلمش الغيب. ولأن حتى الغيب له علامات، إن تكلمت عنه تقول الرجل الذي استقام على الصلاة والصيام والصدقة نرجو أن يكون من أهل الجنة، نرجو أن يختم الله له بما هو عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومات عليه أبو عسى عليه فقط، ولا جزم، لا تجزم ولا تستيقن. فالتوقعات غير الإعلام بالغيب، ويقول أقول لك سيحدث لك كذا. فهنا هذه مسألة عشان تفرق بين من يجتهد وبين من يخبر بالغيب. الذي يخبر بالغيب كذب على الله، والذي يصدقه كذب الله على أن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لذلك قال فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز الذهاب إلى العرافين وإلى هؤلاء الدجاجلة الذين يفسدون عقائد الناس، ويعني يكذبون على الله، وأيضا الناس الذين يصدقونهم فإنهم
يكونون قد خرجوا من الملة بما فعلوا، قد كفر بما أنزل على محمد، لأنه بذلك كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. الأخت الفاضلة كانت تعدى بتقول الألوان اللي نلبسها، البسي الألوان، السواد جيد جدا لكن ليس واجبا، يعني ليس واجب إلزاما السواد. يقولون طيب وعائشة قالت كأنهن الغرابيب السود، نعم إيش فيها؟ هل هذا يدل على وجوب السواد فقط وإلزامها بالسواد فقط؟ لا، لها أن تلبس الأزرق البني البيج الغامق مش الفاتح الذي له بهرج، الألوان التي لا تلفت الانتباه ولا تكون زينة في نفسها، لها أن تلبسها، لها أن تلبسها، وليس ثمة شيء بلون واحد تقتصر عليه. فهي بتقول ما كنتش ألبسه أنا مع زوجي وكده، طب مات زوجي وأنا ألبسه الآن، هل في شيء؟ لا، لا قبل موت الزوج ولا بعد موت الزوج ليس فيها ثمة شيء. وهذه الألوان، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، لكن كما قلت تتجنب الألوان الباهية الزاهية التي لها بهرج تأخذ بعيون الناس، تتجنب ذلك فقط. هي الآن بتقول يعني أنا في العدة لكن بخرج أزوره في القبر، أنا أدين المسألة فيها خلاف وفيها خمسة أقوال، لكني أدين الله بأنه يحرم على المرأة أن تزور القبر. المرأة زيارة القبر ذريعة، شوف من أصول السلف سد الذرائع، من أصول السلف سد الذرائع. طب من وين يا أستاذ سد الذرائع؟ ما أنت حتضيق على الناس وتقول ذريعة ذريعة تضيق، لا، ما احنا بنقول لا غلو ولا جفو، المسألة بضبط الشرع. قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال لا تتبعوا الشيطان، ما قال ذلك، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهو منعك من أن تتبع خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. فهي لما تذهب فتتذكر أيام الخوالي وكيف كان يحبها، كيف كان يهدي لها، فتبكي وتبكي، بعدما تبكي ممكن تتكلم بكلام تسخط بها على قدر الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة في القبر تبكي، قال لها يا أمة الله، قالت له إليك عني، قال لها اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصاب. شوف رد، كيف الرد يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن في لحظة العجلة وذهاب الحكمة من العقل أنها تسارع في أن تتسخط على قدر الله جل في علاه. نعم، فيا لا تزوري، ولكن دعائك في بيتك يصل إلى زوجك، الله يسكنه في سحر الجنات يا رب. ابنها بيصلي لكنه في الفجر بيذهب في عنده في مسجد في قبر، يعني هل يذهب يصلي فيه ولا يبقى في البيت يصلي؟ لا، يبقى في البيت يصلي، لا يجوز الصلاة في المسجد التي فيها قبر. اتفق، أو كلامي واضح، أو كلامي واضح ولا بد أن يدون، اتفق الأئمة الأربعة على كراهية الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، وقال الحنابلة الصلاة تبطل، والأئمة الثلاثة قالوا لا تبطل الصلاة، وأنا أدين الله بأنه لا تبطل الصلاة، لا سيما إذا كان القبر يمين يسار ليس على القبلة يعني ولا يصلي إليه، فلا تبطل الصلاة، لكن لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال أولئك لما جاءت أم سلمة قالت له، ذكرت كنائس فيها التصاوير وفيها التماثيل، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم رجل صالح عبد صالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا عليها المساجد. لذلك قال ألا إني أنهاكم عن ذلك، وقال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فلا يجوز أن يصلي في المسجد فيه قبر. فإن صلى الصلاة صحيحة نعم، لكن أخشى عليه من الإثم في ذلك، والمسألة وسيلة وزريعة. نعم، هي بتقول أبا أنا بضرب أولادي الصغار، يعني إن ضربتي فكوني هينة لينة، يعني ضربا غير مبرح، ضربا فيه الوعظ والتأديب والزجر، وبيني لهم لما وبعد ذلك صالحيهم. وده أصلا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة عند 7 واضربوهم عند 10، يبقى أجاز الضرب أهو الآن، لكن ليس كل ضرب، ليس ضرب انتقام أو ضرب معركة، هو ضرب هكذا، ضرب تأديب وتهذيب فقط، فيجوز لك ذلك ولا شيء عليك. أخونا الفاضل كان عنده تعب في ظهري في الفقرات، ويصلي وجالس متربع، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربع أيضا ويصلي، هذه أيضا هيئة سنية فيصح، وقد قال النبي عموما صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلها جنب.
أمة الله. أنا أجبتها اللي كان أهم سؤال ده. ده خلاص كده أسئلة أمس انتهت الحمد لله. أمة الله تقول زوجي بيمنعني المسجد العلم. هي أصلا اللي سألتها عن مسارد العلم، هل مجالس العلم اللي بتروحيها وفي النساء أم فلانة الأثرية، أم فلانة العلانية، أم فلانة، وأكثر النساء في ذلك غير متقنات للعلم، أكثر المتصدرات يعني غير متقنات للعلم، المعلمة الفلانية والمعلمة الفلانية، كنت تكون هي صاحبة قراءات نعم بتدخل، لكن غير ما شوف في حق يعني من زمن كده وأنا أترقب من بعيد بيبقى واحد متقن في القراءة والقرآن في لم الأطفال الصغيرين ويعلمهم الأداب يكونوا حسن الخلق نعم، لكن بيكون منحرف عقديا عنده فكر ضارب فبيبقى بي 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 بينمي الصغار على كده. برضو نفس الحكاية المعلمات ما عندهمش ليس عندهن إتقان في العلم، يعني هو أصلا النساء ما أدري هل النساء لهن فتوى يفتين في هذا الزمان؟ إذا كان من أول عائشة إلى يوم الناس هذا في ندرة وعسر كبير جدا أن امرأة تكون فقيها، لكن في طالبات العلم لكن في ندرة وفي عسر، هل تكون امرأة مفتية؟ هذا ما يجوز في حال من الأحوال أن تقول أن في امرأة تفتي الآن وهي تحلل المسائل، يعني هذا خراب واختراب وصراحة افتراء، وفيها أيضا تقدمة بين يدي الله ورسوله. قلت في عسر إخراج مفتي، في عسر إخراج فقيه في الزمن اللي احنا فيه، عسر جدا تجد فقيها جمع الله له بين الأثر والنظر وعلم الإسناد أو الحديث وعلم الفقه، فقيه محدث يعني، وأيضا يكون مستقيم العقيدة في عسر شديد جدا، وأيضا في الفتاوى لابد أن يكون له ضابط وبعض الشروط التي ليتأهل لها. فإن كان المجلس ده مجلس وعظ وتذكير وتزكية النفس والزوج أمر، الزوج يقدم، وما جس ترك الزوج وذهاب قول الزوج وذهاب إلى هناك، لأنه منعك مما تستطيعين تحصيله في أي وقت وأي مكان، وممكن كل واحد يتكلم كلمة طيبة أو يكون بالوعظ جدير فتسمعينه فيرق قلبك وتظرف عينك، نعم هذا هو. لكن من يؤصل للتوحيد وما نفيه من الشرك، من يؤصل للأحكام الخاصة للنساء مثلا الحيض والنفاس، من يؤصل لمعرفة دقائق الأمور في الصلاة في الزكاة، فأنت نعم مأمورة أن هو يعلم، مأمور هو يعلمك، فإن لم يعلمك ولم يستطع لذلك سبيلا إذا ليس له أن يمنعك من أن تذهبي إلى الدرس. لكن على ما وصفتي لا، ما يجوز لك أن تخالفي قوله وتذهبي إلى الدرس. أنا أنصحك نصيحة تلطفي معه وطوعيه وأتي له بهدية وبكلامك الطيب الهين اللين سيتأثر جدا، أقول لك روحي كل الدروس بس اعملي كده كل شوية، يعني أحسني إليه، هدهدي الرجل بالنسبة بين يدي المرأة طفل حتى رضيع، هدهدي تستطيعين السيطرة على كلية نفسه وتسيري انه هو اللي ساير وهو مش ساير انت اللي مسيراه، لكن بذكاء وبلطف وبحنو. المرأة كينونة، يعني المرأة كتلة عواطف، لو تفضي بعاطفتها على الرجل ينهار ينصهر يجلس سامعا مطيعا، لكن النساء عندهن عند وكسرة رأس وكلام عجيب، وهذا الزمان بقى الندية والنسوية وجهل مركب، جهل فوق جهل، فبتخسر المرأة وتخسر وكل شيء تخسره. فالمرأة لابد أن تكون لبيبة ذكية لطيفة هينة لينة وتسعد زوجها بمنظرها وكلماتها وإحسانها وبرها، سيفعل لها كل ما تريد. أنصحك أن تفعل ذلك وسيترك هو اللي هيبقى معلم عشان يعلمك من شدة ما رأى منك من اللطف والرقة والرفق. هل يجوز وضع الأموال الربوية في المسجد؟ لا يجوز محمد، لا يجوز. أصلا أهل الكفر أهل الجاهلية تقاصرت بهم النفقة الحلال يعني عن بناء الكعبة، فستة أزرع أخذوها من الكعبة جعلوها في الحج، والركنان اليمين ليس على قوائم إبراهيم، ليس على قوائم إبراهيم، والله لا حكم شؤون. فلا يجوز وضع المال الربوي في المساجد، ما صح. تحديد الأجر لأهل القرآن أو لحفظ القرآن لتعليم القرآن، يعني أنا أدين الله بأنه لا يجوز تحديد الأجر. المسألة فيها أقوال ثلاثة، القول الأول جواز مطلقا، ما هحاول بقى هعمل إيه طيب،
القول الأول الجواز مطلقا، القول وأنا فصلت القول في رسالة الماجستير عندي اسمها فقه المعاملات سورة البقرة، تكلمت فيها على الأجرة، الأجرة على الاسترضاع، الأجرة على قراءة القرآن، الأجرة على تعليم القرآن، وسعت فيه البحث جدا، ولو تستطيعون الاطلاع عليه سيكون إن شاء الله خير. وهي يعني هذه الرسالة في الماجستير وأنا أناقشها، كان الدكتور عبد العزيز عزام وغيره فكان أخذ الرسالة وكتب لي شكر طويل جدا في المقدمة لما قرأ هذا البحث وبحث العينة الذي رجحت فيه قول الشافعي في هذا الباب، وبينت المسألة وأين الخلل، وأن المسألة على حتى لو أخذنا العقد على ظاهره كيف يجوز في هذا الباب. فأنا أطلت نفس فيه فأقول بأن أقول ثلاثة: الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التفصيل. والتفصيل هنا إن كانت له حاجة، رجل فقير ما عنده أعمال، ولو انشغل يعني لو أراد أن يعلم الناس القرآن سينشغل عمل قوت أولاده وين، فيعطى الكفاية، لكن لا يحدد، ما يقولش أنا عايز 5 10 19، يعطى، فإن كانت كفاية يسكت، إن لم يكن كفاية يقول هذا لا يكفيني زد كذا، فيزيد ويعطيك وأعطاك، لو أعطاك فوق ذلك أسكت، قول الحمد لله رزق ساقه الله، لكن تحدد. القرآن لا يباع، وتعليم القرآن قربة من القربات أصلا، قربة من القربات أصلا. وكما قلت أنا فصلت القول لأنه أصلا تعليم القرآن وتعليم هذا له حصة من بيت مال المسلمين يكفى بها. طب تعطل بيت مال المسلمين ولم يجد أحدا يكفيه، يبقى إذن يأخذ الأجرة التي تكفيه ويسكت على ذلك، لأنها عبادة أصلا، والعبادة يطلب أجرها من رب العبادة سبحانه وجل في علاه. في حديث ليالي منكم قول أحلام النهى، هذا في الصلاة بل في كل أمر، لأنه أيضا في أحاديث وشاورهم في الأمر. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت، ليس الكل، من شئت منهم، لأن فيهم العقول النيرة الذكية تأخذ من شورتها. لأن منكم يقول الحلم النوى اللغة الحافظ الكبير الراكز، ولذلك أبي كان يدخل إذا وجد طفلا أمام في الأمام يقول تعال تعال مكاني ورا، هذا مكاني أنا من أولي الأحلام والنهى. موائل يعني وصفت لها شيء جزاه الله خيرا، دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح إذا كان طويلا كان يقول اللهم أنت نور السماوات والأرض، أنت ملك السماوات والأرض، أنت قيوم السماوات والأرض، حديث عليه الطويل في استفتاح القيام. ده في القيام، لو كان إماما يصلي بالناس لابد يخفف، إما أن يقول بدعاء الاستفتاح يعني حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك هذا يا رسول الله هنية قبل أن تقرأ؟ يقول أقول اللهم أبعد بيني وبين خطاياكم وأبعد المشرق والمغرب، إلى آخر حديث. وأيضا حديث عمر بن الخطاب: سبحانك اللهم ربنا بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، وهذا الأولى والأخصر، وإن كان الحنابلة يرجحون ذلك من أجل أنه إمام فلابد أن يخفف. فدعاء الاستفتاح مستحب، وفقهاءنا يقولون إذا بدأ في الاستعاذة أو في القراءة لا يجوز له الرجوع، خلاص انتهى، انشغل بما هو أولى منهم بركن، وهي ركن القراءة، فلا يرجع إلى محله، فمحله فات هنا، محله فات. الأخت الكريمة تقول هي حزينة ومقهورة لأنها يعني لا شايف نفسها غير راضية، ومين يرضى عن نفسي؟ من الذي يرضى عن نفسي؟ أنا بتكلم معكم ولي نواقص وسيئات ومعاصي وكثير من التسيب وتضيع وقت على الفاضي، كل ده عندي، فأنا أقول أندم أحزن، كلما كانت للقلب حياة فتراه يندم، تراه يعني يبكي، تراه يحزن على سيئاته، هذه علامة الإيمان، من سرته حسناته وأساءته سيئته فهذا المؤمن، وهيتحصل، لأنه ما من أحد إلا يوم القيامة وفيه الحسرة، إن كان مرتفعا لما لم يرتفع درجة، وإن كان نازلا لما نزل هذه الدرجة. فلذلك يعني هذه بشارة خير لك أنك صاحبة همة فمقهورة لما يضيع منك. وأخوه أخذ منها بعض الميراث تركته، يعني الحمد لله أنك حافظت على الود وعلى صلة الأرحام، الدنيا ذاهبة، ولست ممن بخس حق أولادك، لكن بصلة الرحم الله سيعودك آلافا وآلافا أضعافا مضاعفة، ويحفظ أولادك. قال سعيد المسيب لابني: والله إني لأصلي من أجلك، أزيد في صلاتي من أجلك. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قلنا في النازل أنت سميه بما نظرتي وسميه اسما تاني بما تريدين أن تدعي، يعني اجعل لها أكثر من اسم، ما في شيء.
بتتسأل عن العبسة اللي فيها. لا 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 يجوز. إذا كانت العبسة هذه من الحاجب لا يجوز. إن كانت من شعر الوجه هذا ليس معروفا عند النساء أن يعني يكون عندهم لحية شارب عنفقة في هذا تنزع تنزع الكلام على شعر الحاجب. العبسة لو كانت من شعر الحاجب لا يجوز نزعها، وأنا أراها أنها من شعر الحاجب. الأولى لك أن تشقري، تنظري لون البشرة تشقير الجزء ده كأنها غير موجود، وبيجلس معك أسبوع يجلس معك شهر، وهذا كصبغ اللحية أو صبغ الشعر والمكياج الذي يستخدم. فالتشقير أقرب إلى هذا من النمص، وهذا مندوح على النمص، لأن النمص مع النمص عموما لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النمصاء والمتنمصة على التعميم. خالي هل يرى وجهي؟ طبعا يرى وجهك. خالك ليس مع ليس أجنبيا عنك، خالك محرم لك على الديمومة، لأن المحرمية على التأبيد لا على التأقيت. يعني يعني أخت زوجتك لا يجوز أن تراها ولا تكلمها ولا تخلو بها، لأنك يجوز إذا طلقت أختها تتزوجها أو مات أختها تتزوجها. هذه مسألة يعني مهمة. نعم. فخالك محرم لك على التأبيد، يرى وجهك بل يراك بمهنة البيت. أمة الله شخص بعض أولاده. نعم، هي سألتني عن شخص معين وبياخد المال. لا تعطي للأولاد، اشتري لهم أغراض، ثياب، طعام، شراب، ما تعطيهمش أولاد طالما هو بيسطو على أموالهم. لا تعطيهم الأموال. شو العدة؟ تحسب شو العدة من يوم أن جاءك خبر موت زوجك، من يوم أن جاءك خبر موت زوجك تحسبي 14 من 10. الشهر سواء 30 أو 31 29 هذا على ما هو الشهر 4 أشهر و10 أيام. طب الأستاذ عزت بس خلاص، هو بيقول لما أعوذ بك. نعم، هو بيقول يعني طلب عضال الداء اللي هو المرض الذي لا علاج له، سواء مرض حسي أو معنوي كأمراض القلوب من حقد وحسد وبغي، هذا احتراق عضال الداء، أو مرض كالسرطان مرض عضال الداء في هذا الباب. طبعا في أسئلة أخرى إن شاء الله نرجئها للحلقة القادمة، لأن الأخ قال لي باللغة الإنجليزية نحن أوفر. أوفر دي يعني إحنا وصلنا إلى النهاية وفوق النهاية. هذا على ما أفهمه مع ضآلة إتقاني للغة الإنجليزية، وهو مش إنجليزي، هو أيضا ضعيف في اللغة الإنجليزية، بس بقى عادة القوم. نعم. يقول لي أتقنها لأنها مسميات في الميديا. طيب، هو طبعا أخوه اللي جنبه قال لي كلمة مش ما أريد أقولها يعني. رضي الله عنكم وحفظكم جميعا، وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم وجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم. اللهم اجعل عملكم الله صالحة واجعل وجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحق بكتابك العمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك وابتغاك، وأنت أرحم الراحمين، واجعل لهم بطانات خير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.